ورجعنا لكم من الفاصل والشوربة كمان خلاص غليت والمكرونة تقريبا كده استوت، حتى انا مش محتاجاها تستوي قوي علشان لسه عايزة احط الفاصوليا الحمراء. نقلب كده، حط حبة كمان تمام عشان انا عايزاها تبقى ايه باينه وواضحه في الشوربه. طبق الشوربه ده مش محتاجه انك تاكلي حاجه غيره، ممكن تاكليه لوحده على الفطار وكان الله بالسر عليه. هسيبها تغلي وحدتين عبال ما انا ابتدي اجهز اللي بعد كده. وهناخد كفته نفتحها ونطلعها كده، واروح هشيل الشوربه. خلينا ممكن نغطيها عشان نخليها سخنه ونوطي النار واحده، وهجيب الزيت ونعلي عليه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل مع بعض كفته بصوص زبادي وطحينه الاثنين على بعض. الكفته زي ما هي، ممكن تحبي تعمليها كور تقدري تكوريها وتستعمليها، او ممكن تعمليها صوابع. ايه رايكم نعمل كور عبال ما الوقت عبال ما الزيت يسخن، وانا هعمل كور كبيره يعني الصباع هعمله كوره. بدل ما تجيبي كفته وتقعدي لسه تفرمي بصله وتومه وبقدونس وتعمليها معرفش ازاي ولا توابل ولا، دي كفته جاهزه متبله فيها كل حاجه، مجرد ان انا هشكلها على شكل كور بس، مش هشتغل عليها اكتر من كده. كده نحط كمان، هنعملهم كلهم زي ما قلت لكم، احنا بنعمل كميات تكفي 4 افراد. طبعا محتاجه انك تطلعي الكفته من قبلها بشويه علشان تكون ساحت وتقدري اوبا كفته لسه عايشه تقدري تشكليها زي ما انت عايزه كده. يلا اخر واحده ونرمي ده. تمام كده، هغسل بس ايدي زي ما احنا عارفين. نحاول نعمل مع بعض اكل سهل وسريع علشان تقدري تستعملي يومك او تستفيدي من يومك في الصلاة والعبادة، وتقدري تعملي اللي انت عايزاه وتاخدي بالك من ولادك في نفس الوقت. خلوني في الوقت ده هعمل ايه؟ هبتدي اجهز الصوص. الصوص هجهزه ان انا هحط زبادي في حله، كوبايه زبادي عليهم، كوبايه طحينه، تمام كده نشيل دول، وهحط عليهم حبة مية وابتدي اقلب. هحط حبة مية، طبعا احنا عارفين، خلي المية بعيد هنا، عارفين ان مجرد ما حطينا الطحينة
على الزبادي وبتبتدي الطحينة تمسك، فاحنا هنفضل نخفها كده، وهفتح النار تمام كده، وهزودها ميه تاني. خلونا نبتدي نحط الكفته. لسه شويه هسيبها ونكمل. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين فتحت النار على الزبادي والطحينه، وبحط الميه واحده واحده. احنا عارفين دايما الطحينه بتكلكع، فالطحينه لما بتكلكع انا كل اللي انا عايزاه اني افك الكلكعه واوصل للسمك اللي انا عايزاه. انا عايزاها بتبقى خفيفه شويه وبعد كده تبتدي تدخن مع السخونيه. هم زود ميه كمان، انا لسه عايزاها اخف من كده عشان لما تغلي هتتقل. عشان انا عايزاها اخف من كده عشان لما هتبتدي تسخن وتغلي الميه هتتقل. هزود ميه وصلنا كده ايه ان هي زي ما انتم شايفين خفيفه، وهسيبها على النار. نبتدي نحط بقيه الكفته. وانتي بتحطي الكفته بس خلي بالك علشان ايه الزيت ما يطرطش عليكي. تمام كده، دلوقتي ايه رايكم بقى ايه نغرف الشوربه؟ عبال هنا في شويه بس بوظه من الكفته نمسحها. واجيب الشوربه ونبتدي نغرف. ادي الشوربه ريحتها تجنن. طبيعه الشوربه دي ان هي ما بتبقاش الميه فيها اكتر من المكونات، مكوناتها اكتر من الشوربه. شكلها حلو قوي. طبعا ممكن تختاري تغيري نوع المكرونه، تحبي تحطي مكرونه مقاسها اصغر شويه. اوكي ادي الشوربه خلاص، مجرد اني هحط عليها حبه بارميجانو تجنن 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 تجنن، ورشه بقدونس كده. عايزه اشيل ده من هنا، طلع كفته خلاص شكلها خلصت. عايزه اشيل الشوربه دي احطها هنا، خلينا نشيل الغطاء ده وخلي دي كده كده كده. نطلع نبص على الكفته. تمام كفته تجنن.
كفته حلوه. وطبعا خلي بالك ان الكفته الجاهزه دايما ما بتاخدش وقت. هطفي، خلي الكفته هنا. زي ما انتوا شايفين بتبقلل ايه عالي شويه، هزودها حبه ميه. وهجيب بدل ما استعمل ملح وفلفل هعمل ايه؟ هستعمل مكعب مرقه جاهزه. بس ايه، فرفتيها بايدك لان هي مش هتبقى بتدوب بسهوله في الشوربه او في الصوص اللي احنا عاملينه ده. تمام كده، نقلب تقليبه كده. لسه ممكن ازودها نقطه ميه صغيره ونحط الكفته كده. هنقلب، بس هنقلب تقليبه صغيره جدا. نجيب طبق التقديم، ادي الطبق اهو، وهجيب المغرفه ونشيل الحله من على النار كده. ادي عايزه ده كده، ادي كده الكفته بتاعتنا بصوص الزبادي والطحينه. الاكله دي ولادي بيحبوها جدا جدا، ودايما بيطلبوا تكرارها كتير. خلوني بقى انا عايزه اصب بس حبه صوص يبقى تحتها. كده كل هعمله هعمل عليها شويه، هوزع عليها شويه لوز وحبه بقدونس نكسر بيهم اللون كده. يبقى احنا النهارده خلصنا الاطباق بتاعتنا، عملنا كفته بصوص الزبادي والطحينه، وعملنا كمان جنبه شوربه منستروني على الطريقه الطلياني مع التاتش المصري. اتمنى ان اطباقنا تكون عجبتكم، مع السلامه.